عمرو عبد الجليل. ملامح ليست بالبريئة، موهبة ليست بالهينة، تلك أهم السمات الأساسية للفنان عمرو عبد الجليل، والذي سنتحدث عنه اليوم وباستفاضة في تقريرنا التالي، فتابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضاً لا تنسوا عمل إعجاباً للفيديو. لم تكن بداية الفنان عمرو عبد الجليل، والذي تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، بالبداية الصعبة، فمنذ البداية وهو مقرر أن يصبح الفن عنوان بسبب عشقه للتمثيل. الفتى الصغير الذي ترك قرية نوس البحر بمحافظة الدقهلية ليستوطن في القاهرة حتى يتمكن أن يمتهن عشقه الأول والأخير التمثيل. لفت الأنظار إليه في أول عمل فني اشترك فيه، وهي مسرحية البلدوزر مع النجم محمد نجم، وبسبب دراسته للمسرح تمكن أن يخطو أولى خطواته المسرحية بسهولة ويسر. ممكن أن نقول أن الصدفة لعبت دور هام في مسيرة الفنان عمرو عبد الجليل، والذي ميزته إلى حد ما عن أبناء جيله. فثاني عمل فني اشترك به وأول عمل فني سينمائي كان من إخراج المخرج العالمي يوسف شاهين، والذي كان يتابعه منذ فترة واقتنع بموهبته، وقرر أن يسند إليه دور في فيلم إسكندرية كمان وكمان، والذي كانت خطوة مهمة جداً في مسيرته الفنية. استطاع أن يثبت جدارته وثقة المخرج فيه. من المؤكد أن الفنان عمرو عبد الجليل تتلمذ على يد المخرج يوسف شاهين، وهذا ما أهله إلى الاشتراك في ثاني أعماله السينمائي، وهو فيلم ضحك ولعب وجد وحب، والذي أصدر عام 1993 بطولة الممثل العالمي عمر الشريف، وكذلك يسرى والفنان عمرو دياب. مسيرته الفنية فيما بعد أصبح يخطوها خطوات بسيطة ومتقنة، تنوع في الاختيارات الفنية الذي كان يشترك فيها، حتى أصبح ممثل جوكر يستطيع أداء جميع الأدوار الذي تسند إليه. وفي عام 1994 اشترك في فيلم المهاجر، وكان هذا ثاني تعاون مع المخرج يوسف شاهين، وتنبأ الجميع بموهبته أنها ستصبح في يوم من الأيام ذات ثقل، ولكن خطواته البسيطة في اختياراته جعلت الأضواء تنحصر عنه نوعا ما. ففي الفترة من عام 1994 حتى عام 2007 كانت جميعها أدوار بعيدة قليلاً عن أدوار البطولة، وأيضاً لا نستطيع أن نقول أدوار ثانوية، ولكن أدوار تضاف في مسيرة الفنان حتى أسند إليه ثالث أعمال الفنية مع يوسف شاهين وآخرها أيضاً، وهو فيلم هي فوضى. وكان هذا الفيلم كما يقال وش السعد عليه، فاشترك بعد ذلك في أولى بطولاته الفنية، وهو فيلم كلمني شكراً، والذي أظهر فيه موهبته الكوميدية البارعة. وبرغم الانتقادات اللاذعة التي وجهت إليه بسبب المشاهد الغير لائقة في الفيلم، لكن توالت عليه فيما بعد أدوار البطولة المطلقة والجماعية. اشترك في عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية وإذاعية، منها على سبيل المثال أفلام سعيد كلاكت، صرخة نملة، دكان شحاتة، حين ميسرة، عندليب الدقي، دم الغزال، السيد أبو العربي وصل، ديسكو ديسكو، جمال عبد الناصر. أما الأعمال التلفزيونية فاشترك في عدة أعمال فنية متميزة، منها الزوجة الثانية، قضية رأي عام، العندليب، ملح الأرض، محمود المصري، بنت من شبرا، الناس في كفر عسكر، البحار مندي، رد قلبي، وآخرها المسلسل الذي عرض في رمضان عام 2018، مسلسل طاية، والذي لاقى نجاح كبير جدا وأشاد به النقاد والجمهور.
في حياة الفنان عمرو عبد الجليل الكثير من المفارقات. أولها أن لديه من الإخوات 6، 2 منهم شكل علامة كبيرة في حياة الفن والفنان. فشقيقة السيناريست الراحل طارق عبد الجليل، والذي توفي في مارس 2018، كان السيناريست طارق عبد الجليل اشترك مع عمرو في حتة أفلام كانت من تأليف طارق، أهمها فيلم صرخة نملة، وكتب عدة أعمال فنية ذات طابع كوميدي منها عايز حقي، أبو العربي وصل، نمس بوند. ثاني مفارقة في حياة الفنان أن لديه شقيق توأم يدعى أيمن ويعمل داعية إسلامي، حيث ظهر معا في إحدى البرامج التلفزيونية، وحين بادر المذيع بالسؤال عما يجري في أركان المنزل بسبب أن شقيقه داعية، فذكر عمرو عبد الجليل أنه وشقيقه لا يختلفان أبدا حول عمل عمرو عبد الجليل. فبعد نقاش طويل بينهما اكتشف أنهم جميعا كفر، بمعنى أن المؤمن بالله يكفر بكل شيء سواه، بمعنى لكي لا أكون مؤمن لابد أن أكفر بكل شيء لإيماني بالله. نذكر أن الفنان من مواليد 1963. أطال الله